أثبتت وجودها كإعلامية من أكثر من 16 سنة، متمرسة بالمواضيع الاجتماعية، خبيرة بشؤون الأسرة، وملمة بمجالي الصحة والتغذية. سامية عواد مطر. منسمع كتير بمصطلحي التداخل الدوائي أو التفاعل الدوائي، كما ويمكن نلاقي كل من هالعبارتين مكتوب بالنشرات الخاصة بالأدوية المختلفة. اليوم مع ضيفتي الصيدلانية فاتن الغريب رح نشوف شو هي التفاعلات الدوائية، هل هي خطيرة على الصحة، أنواعها، وكيف ممكن نتجنب حدوثها. مدام فاتن الغريب، أهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد. بونجور سامية، نهارك أسعد، كيفك اليوم؟ أنا كتير منيحة، وحضرتك؟ كمان منيحة إن شاء الله دايما يا رب. اليوم إذا بدنا نعرف مصطلح التفاعل الدوائي أو التداخل الدوائي، هل المقصود فقط لما بيكونوا أدوية بيدخلوا مع بعضهم، أو ممكن تدخل عناصر أخرى مثل الأكل والشرب كمان؟ سامية، بدي أقول لك اليوم من أهم المواضيع اللي ممكن ينحكى فيها هي تفاعل الأدوية سوا، أو تفاعل الدوائي، أو الانتراكسيون ميديكال انتود. فشو هو التفاعل؟ هو وقت بناخد مادة بتغير مفعول مادة تانية موجودة بنفس الوقت بالجسم، وهيدول المواد فيهم يكونوا دوايين أو دواء وشي تاني، مثل الأكل، مثل الفيتامينات، مثل الأعشاب أو البرودوي دو سانتي ناتوريل. كمان فيه يكون الألكول أو حيلا شي تاني. حتى فيه أوقات يكون الجسم، يعني أوقات سكريشون من قلب الجسم فيه يكون فيها تفاعل. ونوعية هيدا التفاعل فيها تكون إيجابية أو سلبية. هلأ نحنا اللي أكتر من خاف منه هو السلبية، والإيجابية منستفيد منها، مثلا مثل بيكونوا اثنين أنتيبيوتيك منعطيهم سوا، أو أدوية تانية يعني، أو أنتيفيرو أو هيك يعني مضادات حيوية أو فيروسية منعطيها سوا أوقات، وبتكون تفاعل إيجابي. بس اللي منخاف منه مثل ما قلت هو التفاعل السلبي. يعني مدام فاتن، اليوم حد مثل ما تفضلت وقلت هالموضوع مهم، لأنه في أشخاص بيتناولوا عدة أدوية مع بعضهم، وبيتوقف الصيدلي بياخد وقته أوقات ليشرح لنا كيف ناخد الدواء، أوقات بقسمولنا إياهن الصبح الظهر، شو ما ناخد مع شو قبل ساعتين بعد ساعتين. ولكن أحيانا نحن لما نكون عم ناخد كتير أدوية بنستلشق نقول يلا شو بده يصير، ولكن لا، هالموضوع خطير لدرجة هل ممكن نوصل لنحتاج مستشفى مثلا؟ في بعض الدراسات بتشير انه 7% من دخول المستشفيات لها علاقه بالادويه. يعني اكيد فينا نفوت من وراء التفاعلات على المستشفى، هيدي بتكون تفاعلات خطيره يعني. ومثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احتمالات التفاعلات بتزيد مع عدد الادويه، يعني وقت واحد يتقدم بالعمر بيصير بياخد ادويه اكثر. وفي بعض العالم ببطل إلهم جلادة يركزوا كيف عم ياخدوا الدواء، أو ببطل عندهم القدرة يمكن. فمن هيك هون نحنا منصير منحضر لهم أدويتهم بشكل إنه لازم هيدا تاخدوا الصبح أو عشية أو بعد الظهر. وكمان شغلة تانية، إنه عملية تفكيك الدواء أو الميتابوليزم تبع الدواء بالجسم تتغير وقت شخص كمان يكبر بالعمر. نعم. ياخد وقت أكتر يعني، لأنه استقلاب الأدوية استقلاب عملية الاستقلاب بالجسم بتبطأ يمكن؟ فيها تبطأ، أو إذا حدا مثلا، إذا لنقول الاستقلاب تبع الدواء بالكلاوي، وحدا عنده مشكلة كلاوي بيصير بيزيد الكونسنتراسيون تبع الدواء بالجسم مثلا، أو في منها بالكبد. يعني كل دواء بمطرح معين بيكون الاستقلاب تبعه. نعم. طيب، فإذا خلينا نبلش نقسمهم هيك لحتى نفهم اليوم عن شو عم نحكي.
مع أنه كلامك كتير واضح وكتير لذيذ وكتير سهل لنفهمه. خلينا نبتدي بما أنه حضرتك ذكرتي أوقات دوايين بيتداخلوا مع بعضهم، أوقات دواء وعنصر آخر، ممكن يكون أكل ممكن يكون شرب. خلينا نبتدي مع تداخل الأدوية مع بعضها. هل في أدوية معينة يمكن شائعة الاستعمال كتير بتجي على راسك بهالساعة هيك، يعني ممكن تتذكريها وتخبرينا عنها؟ ايه اكيد، في مثلا كتير عالم بياخدوا دواء للغدة. هيدا من اهين الاشياء، يعني الامثلة اللي فيه اعطيها مثلا دواء الغدة، وبياخدوا بياخدوا مثلا معه فيتامينات، نوع فيتامينات مثل كالسيوم او حديد. فهيدا الحديد والكالسيوم بخفف امتصاص دواء الغدة بالجسم. بس هيدي جملتي مش بتعني انه العالم اللي معودين ديجا يعني سابق وعم ياخدوا ادوية الغدة مع الكالسيوم ومع الحديد انه يوقفوا هلأ ياخدوه. لا، اذا عندهم عادة انه ياخدوه سوا يضلوا عطول عم ياخدوه بزيت الطريقة، لانه بتغير كونسنتراسيون الدواء بالجسم. فاذا بس اذا واحد مبلش جديد عم ياخد الدواء، اجمالا بننصحه انه نبعده عن الكالسيوم وعن الحديد. بس بدي ارجع عيد كمان انه العالم اللي ديجا عم ياخدوا دواء غدة مع كالسيوم او مع حديد ما يغيروا عادتهم. ولكن عم ببلشوا جديد لهالسبب. نعم. كمان منقول احيانا حتى الادوية في كتير منا بياخدوا كالسيوم هيك، انه بياخدوها هيك، انا عم باخد حبة كالسيوم كل يوم من دون متابعة ولا من طبيب ولا من قبل الصيدلي، بكونوا عم ياخدوا ادوية. لهالسبب هيدا منركز دايما انه نرجع للصيدلي او للطبيب قبل ما ناخد حتى لو كان دواء عادي او فيتامين. مزبوط. عطول لازم، لانه مثلا عم نحكي عن الكالسيوم هلا اللي هو انه حبيت فيتامين، بس الكالسيوم مثلا موجود بالحليب. فيها اوقات تكون الاكل المشكله، انه الاكل بتخلي مثلا، راح اعطي مثال تاني هو انتيبيوتيك. واحد من الانتيبيوتيكات مثلا سيبروفلوكساسين لنقول. هيدا انتيبيوتيك بنستعمله لالتهاب البول، لغير انواع التهابات. إذا بناخده مع كالسيوم كمان كيف عملية امتصاصه من الجسم بتخف. فهيدا إنه لازم نقول للعالم لا، بعدوه عدد ساعات معينة من الكالسيوم، من الأكل. في أدوية لازم ناخدها على الريق مثلا، لأنه تكون عملية امتصاصها أحسن. لهالسبب بيطلبوا منا لما بنكون عم ناخد أدوية للغدة، لما بناكل جبنة وحليب يكون في وقت بيناتهم؟ نعم، خاصة الحليب والجبنة، يعني أكيد. واللبن لازم يكون في، منشان هيك إجمالا دواء الغدة بنطلب ناخده الصبح على الريق أول شيء. نرجع بناخد باقي الأدوية والأكل منشان ما يصير فيه هيدا التفاعل. في أدوية تانية أشد خطورة، ولا مننتقل لنحكي عن تداخل الدواء مع الأكل؟ لا، في أدوية تانية أشد خطورة. هون كان بدي أحكي كمان على أدوية السعلة مثلا. في أدوية السعلة في كومبوزيشن معينة بدواء السعلة، وعالم بياخدوا مثلا أدوية أعصاب فيها تعمل مشكلة تفوت الواحد على المستشفى. في هيدولة يعني on the shelf أدوية السعلة على رفوف، منهم بحاجة. يعني أوقات عالم بقول أنا عندي شوية سعلة، بروح بلقط دواء سعلة وبمشي فيه، وبكون عندي دواء تاني فيه هيدا شيء يكون خطير كتير. في مثلا نوع أنتيبيوتيك مع الكول كمان بيعمل رياكشن بفوت الواحد على المستشفى. وحتى في اوقات رياكشنات بتخلي شخص مثلا يفقد السمع او يفقد الانتراكشن، مش رياكشن سوري، تفاعل يعني. بتخلي واحد يفقد السمع او يصير عنده مشاكل تانية. لا، في تفاعلات كتير خطرة، في تفاعلات بتخلي واحد يصير عنده نزيف مثلا. العالم اللي بياخده فومادا او الفارين، اذا من بياخده معه مثلا جودو كانبرج او ادوية تانية، في مثل ادوية موجودة على رفوف مثل الانتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب. نعم،
بتخلي حتى لو كان أدفيل مثلا من نوع الأدفيل معهم. هو الأدفيل هو أنتي أنفلاماتوار. نعم. يعني في أشياء فيها تكون خطرة وفي أشياء إنه أقل خطورة منحس حالنا انزعجنا بس وبتقطع، وفي أشياء لا بتخلي الواحد يفوت على المستشفى. ومنا أشياء إنه ضرورة تكون موصوفة الأدوية فيها، تكون سهلة الواحد يشتريها يحصل عليها. نعم. إذا منتقل نحكي عن تداخل الأدوية مع المكملات الغذائية، يعني كمان هيدي فينا نشتريها عن الرف بالصيدلية من دون ما تكون موصوفة من قبل حكيم. نعم. في الأدوية خاصة مثلا مع أشياء أعشاب أو البرودوي دو سانتي ناتشورال، يعني مثلا واحد عم ياخد، رح أعطي إكزامبل إنه واحد عم ياخد مثلا نحن بنقول أنا عم باخد برودوي دو سانتي ناتشورال، هيدا في ياخده طمين بالي وما رح يكون عندي ديبندانس عليه، مثلا ما بدي اخد دواء موصوف. اوقات بيعمل مشكله اكبر وبيصير واحد عنده ديبندانس اكثر عليه من انه ياخد دواء موصوف. والمشكله بهيدول الادويه انه اوقات ما بنعرف مزبوط شو التفاعل مع الدواء اللي ديجا عم ياخدوه، فبيكون عنا شيء منه منتظر، رياكشن منا منتظرة، وهيدا الشيء ما منحبه أبدا. نحنا منحب نكون منعرف شو رح يصير بالأشياء، من هيك عطول بننصح العالم قبل ما يقرروا ياخدوا حيلا شيء، خاصة إذا عم ياخدوا أدوية إنه يسألوا الصيدلة. بالنسبة للأكل، تداخل الأدوية مع الأكل مدام فاتن. نعم. هلأ حكينا شوي عن دواء الغدة مثلا مع البرودوي لاتيه مع منتجات الحليب، لازم يكون في فرق بيناتهم لما منخدهم غير ادوية. مثلا رح أعطي بما انه حكيت على الورفارين، هو دواء مسيل للدم. نعم مسيل للدم. في كتير عالم بياخدوه، مثلا فيه يعمل انتراكسيون مع الكنبرج او حتى مع البصل او الثوم، انه او اشياء انه او هيدول بيزيد النزيف مثلا، او فيه مش انتراكشن، يعني فيه افي اكل مثلا غني بالفيتامين كي، فيه مثل البروكولي او الاشياء الخضراء، فيه يخفف مفعوله للحمضاء. في البامبلموس او الجريب فوت كمان فيها تكون عندها مفعول مع ادوية كوليسترول، اللي معظمنا اللي معظم العالم اللي عندهم كوليسترول بياخدوها، مثل عائلة الستاتين، يعني مثل الأتروفاستاتان أو الروزيفاستاتان، يعني كريستار ليبيتار هالأشياء. أو في أدوية ضغط كمان تتأثر مع البامبلموس، في أنتيبيوتيك كمان، في كتير أنواع أدوية تتأثر مع البامبلموس. نعم. ويعني في كذا نوع انتراكشن، في انتراكشن أو تفاعل بخفف مفعول الدواء أو بيوقف له شغله، أو في يكون بالعكس بخفف التفكك الدواء بالجسم بشكل إنه يزيد نسبته كتير بالدم بشكل تصير خطرة أو مسممة. لما منكون عم ناخد هذه الأدوية، الصيدلي بيحكينا عن الأكل؟ يعني ممكن يخبرنا إنه ما ناخد هذا الدواء مع بعض المأكولات أو بعض العصائر أو المشروبات؟ المفروض مفروض الصيدلي يحكي عن الأكل، وإجمالاً بيحكي عن الأكل. حتى إذا أوقات كتير مثلا منشوف نحن إنه صار في تفاعل بين دوايين موصوفين بجا، فاللي بنعمله إنه منحكي مع الحكيم أو نحن فينا نغير الدواء للأشخاص. نعم. مدام فاتن بدي أسألك، معقولة يكون شي مرة بتصير إنه دوايين مش معقول، يعني ما عارفين إنه بيعملوا تفاعل مع بعضهم، شخص ينأذى منهم، يعني يحس بأعراض غريبة لما ياخدهم وضروري يخبر الصيدلي؟ عطول نحنا من نعطي، وقت نحكي للكونساي فارماسيتيك وقت نعطيه للعالم، عطول من قلن شو هن المفعولات الجانبية، شو ممكن يكونوا. أو ببعض الأحيان مثلا
عم بتذكر كتير هلا أدوية الأعصاب لأنه هيدول أكتر شيء فيهم إشياء خطرة كتفاعل مثلا أو دواء أعصاب مع دواء وجع. منقله إنه معقول يعلى ضغطه بشكل كتير عالي بشكل هائل, إنه مننبهه يعني مننبه الشخص شو ممكن يصير, مع إنه هودول الأشياء بتكون بحالات قليلة أصلاً. إذا كانت فريكانس كبيرة ما منقبل نعطي الدواء, بس إذا كانت فريكانس صغيرة أوقات منقول أوكي إنه مننبه الشخص شو لازم يصير, ومنشوف إنه هيدا شيء منه خطر على صحة الشخص, ومنطلب منه إذا حس بحي الله شيء يتصل فينا لنقل له شو لازم يعمل. نعم. عندك شيء بتحب تضيفيه مدام فاتن بهالخصوص قبل ما نختم لقائنا اليوم؟ كان أنا كنت حبة إنه دور شوي على عمل الصيدلي كأخصائي صحة, وخاصة كأخصائي دواء. فكان حبة أقول للعالم إنه نحن أوقات منروح على الصيدلية ومنشوف إنه تحضير الدواء عم ياخد وقت قبل ما نستلمه, فهيدا شيء طبيعي لأنه واحدة من واجبات الصيدلي إنه يتحقق من هيدي التفاعلات على مستوى الأدوية من مع بعضها, أو على مستوى حالة المريض الصحية, أو على مستوى الفحص المخبري, لأنه أوقات منفوت منتطلع شو عامل فحوصات وشو صاير معه, فهيدا كله بياخد وقت. ومنشان هيك لازم الصيدلي ينعطى الوقت الكافي ليتحقق من كل هالأشياء. فإذا خسرنا نحن كناس ناطرين كم دقيقة أحسن ما نفوت على مستشفى أو يصير عندنا مشكلة صحية كان فينا نتجنبها بكم دقيقة. صحيح, وهذا اللي منقوله, الصيدلي منه بيع دواء, هو أخصائي صحة, يعني مطلوب منه واجباته انه يطلع على ملف المريض يلي عم يعطيه الدواء كله لحتى يعرف شو النصائح اللي بده يقدمها. مزبوط مزبوط. نعم. حب تضيفي بعد اي شيء اخر؟ لا, ما عندي شيء تاني ضيفه. نعم. على الموضوع حبيت أنا اليوم مع حضرتك نسلط الضوء على هالموضوع لأنه مثل ما تفضلتي وذكرتي بالبداية موضوع كتير مهم. ما فينا نذكر كل الأدوية بعشرين دقيقة ولا كل هيك حوالنا هيك, يعني نعمل هيك أمتي تور على هالموضوع جولة هيك سريعة, ولكن القصد أنه كل شخص منا بياخد دواء دايما ياخد استشارة الصيدلي قبل ما يبلش بأدويته, ويخبر الصيدلي إذا عم ياخد يمكن فيتامينات أو أدوية عن الرف ما بدأ وصفة حكيم, ما يقول لا مش ضروري قله. مزبوط مزبوط. وعطول مثل العادة يعني بدي شدد أنا أنه العالم يسأل الصيدلي ويستشيروه وما يستحوا يجوا يطلبوا سؤال منه. والشغلة تانية كمان تذكرت هلأ بدي أقولها, إذا مطلوب من العالم ياخدوا أدويتهم بساعات معينة ما يغيروا الساعات بلا ما يستشيروا الصيدلي كمان. الصيدلانية فاتن الغريب بدي أشكرك على هالمقابلة, وأكيد رح يكون لنا مع حضرتك لقاءات تانية لحتى نسلط الضوء على مواضيع مهمة مثل هالموضوع هيدا اليوم. يعطيك ألف عافية. مرسي كتير سامية, ويعطيك العافية, وإن شاء الله عطول بهالهمة. شكرا لك.